أحبائي الترجي الرياضي التونسي، عسلامة ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية. موعدنا اليومي ترجي نيوز. أخبارنا نبداو الليلة مع فريق كرة اليد والهزيمة البارح في القبة ضد نادي الإفريقي في إطار جولة الثالثة من مرحلة التتويج. وانتو ثقيلة برشا على الترجي اليوم. صحيح، انا يظهر لي اول دربي معناتها في كاريري نخسر معناتها بالفاسون سورتو لا مانيير، فهمتني؟ الفور فوار بوكو تشوز خاطر معناتها الكلوب اليوم والاسبيرونس دي ماريان كريت معناتها ماتش فيه 70 كيما نقول 80% معناتها من البطولة. يدور لي فما برشا حاجات حكينا فيها من قبل المباراة مالوروزمون ما صاروش، فهمتني؟ اي بورتون معناتها الفرق ما كانش كبير، فهمتني؟ نبداو زايدين معناتها في الاتاك ونقبلوا احنا بونتويت، فهمتني؟ وناخذوا برشا دي سانكسيون مالغري كنا معناتها نجمو نستغلوا برشا اوقات لنادي الافريقي معناتها عمل دي فو تكنيك كل شيء كيما قلت لك معناتها في وسط الجمعه اللي باش يعمل اقل دي فو تكنيك ويكون مركز اكثر هو اللي باش ينتصر. اليوم انا النادي الافريقي وهو ناقص في انت معناتها واحنا معناتها في زياده العدديه قبلنا برشا اهداف اللي معناتها سي با نورمال معناتها ما يزموش يصير. الفور فوار بوكو تشوز مع النقطة هذيا حكيت كمان نحسوا ليكيب ستريسي أكثر من لازم ميتون الأول براتيكمون معناها مازالت اللعبة جوابل أن بوان فيت دوزيام ميتون دو فوا تاخذ الكلوب دو مينوت تروا كونتر سيس والكلوب هي تمرك ثلاثة بونت كات كونتر سيس صحيح هذا هو اللي كنت نحكي لك فيه فري معناتها قلت لك فما حاجات ارو فوار خاطر هكا معناتها سي با نورمال نورمالمون ماتش كيما هكا تكون كونسنتراسيون اعلى من هكا فهمتني. Mais bon, on assume les responsabilités, on fait les collègues qui ont fait les matchs qui ont été faits. Donc, les gens qui ont fait les matchs qui ont été faits, surtout, quand on a fait les matchs qui ont été faits, on a fait les matchs qui ont été faits, on a fait les matchs qui ont été faits, حاجة تغيظ وتغيظ العباد اللي يتفرج العباد تغيظ على الاسبيرونس ان شاء الله تكون فما رياكسيون لو بلو تو بوسيبل ان شاء الله. من الهوند نمشيو تو للفوت والتحذيرات فريق كرة قدم المباراة القادمة. الترجي الرياضي التونسي يواجه القوافل نهار الأربعاء في قفصة لحساب جولة 27 من البطولة، في حالة انتصار يتوج الفريق رسميا بالبطولة. وصل الترجي تحذيراته لمباراة الجولة 27 من البطولة أمام قوافل قفصة في قفصة. مازلنا ما عملنا حتى شيء، إذا ما فزناش باللقب معناتها مازلنا ما عملنا حتى شيء. مقابلة قفصة تكون مقابلة صعيبة، سورتو قفصة تحب الزمن معناتها تبعد على الفرق تفادي النزول. كيف كيف نحن لازم نفوز بمقابلة باش نأكدوا تتويجنا بالبطولة. إن شاء الله قدرة ربي باش نمشيو لقفصة باش نجيبوا 3 بوان، وإن شاء الله قدرة ربي ليسونسيال نكونوا حاضرين مونتالمون، وإن شاء الله قدرة ربي نقدروا معانا إن شاء الله. مازلنا أربع ماتشات. حكى معنا الانترنور امس قال لنا يعني مازال لنا اربع ماتشات كل ماتش نعطيه حقه ما نسلسلو حتى ماتش
دونك مازالوا اربع ماتشات باش نلعبوا اي ماتش بتاعنا ند للند وباش نجيبوا يعني كل ماتش تروا بوان بتاعنا ان شاء الله يعني نكونوا يعني فايزين بالبطوله على الجداره. في حصة التمارين اليوم هيثم جويني كان حاضر في الحديقة في زيارة خاطفة لزملائه. عندي يمكن 3 أيام اللي رجعت نمشي على ساقي ونحيد بكيات ونجمت السوق كل شيء ديريكت واحد يرجع يشوف أصحابه معناها ممشي هو معناها مازم ديما قعدوا يكلموا فيا اون كونتاكت يجيو يطلوا كل شيء أما ترجع لجوية تيران كل شيء صافي بليزير واحد تعطي موتيفاسيون باش ينجم يخدم ويرجع خير من قبل إن شاء الله. قبل ما نيو خبرنا ذكركم انه فيما يخص فريق كرة اليد ورغم الهزائم في زوز لقاءات الاخرى فانه امر البطوله مازال بين يدين اللاعبين قعدوا 3 مقابلات في حاله انتصار في كل مباريات الفريق يتوج بالبطوله. احنا كنكون وصلنا نهايه خبرنا تمنى لكم ساره طيبه تصبحوا على خير وتحيه ترجي.